نعم، فيما يتعلق بالاقتحامات وهذه المشاهد المتكررة دكتور مروح، ومشاهد حتى الطقوس التلمودية، والحقيقة امتلأ المسجد الأقصى أو ساحات المسجد الأقصى قبل يومين بهؤلاء القطعان من المستوطنين وكان صوتهم عالي. الحقيقة هذه المشاهد الاستفزازية كيف رأيتها وكيف تابعتها؟ بداية يعني كمعلومة للإخوة المشاهدين، تصور أخي من يقتحم يأخذ فلوس، يعني كيف بتكون عقيدة المادي الذي يبحث عن الدنيا؟ كل من يقتحم جماعات الهيكل تعطيه 500 شيكل في حدود 140 دولار لكل من يقتحم في اليوم. في اليوم نعم، وإذا دخل قربان قد يأخذ 1000 دولار كمان إذا أخفى. لهذا قبل يومين كانوا مسكوا بعض المقتحمين يخفوا في ملابسهم الداخلية صفصاف أو سعف نخيل أو من ورد الآس، لأن هاي الأشياء أو برتقالة أو كذا، لأن هي عيد العرش الآن في 4 أشياء لازم تقدم في هذا العيد، اللي شجر الصفصاف أو أغصان الصفصاف، سعف النخيل، ومن الحمضيات، وورد الآس. فكان يخفونها في مبلغ، هو يريد 100 دولار، هو يريد 150 دولار الآن، هذه بداية. الأمر الآخر، هؤلاء يعني تحت الحماية الصهيونية، وأقول أخي الآن، وقال والله قال في ذلك من قبل، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم إلا يدخلوها إلا خائفين. أتحداهم أن يدخلوا مهما كانوا بدون حراسة. تجد الآن عدد الجنود أكثر بكثير من عدد المقتحمين، فأصبح هذا الاقتحام الآن شبه يومي، لأن من ضمن المخطط الصهيوني اللي هو التقسيم الزماني والمكاني. التقسيم الزماني من 2012 إيريه إلداد طلب في الكنيسة أن تكون 9 ساعات للمسلمين 9 ساعات لليهود، يوم الجمعة للمسلمين يوم السبت للدان. تقريبا هم نجحوا من العام الماضي في التكريس التقسيم الزماني يومين الصباح من 7 إلى 11 وبعد العصر الآن. وأما الكرابين الحيوانية لن يستطيعوا ولن يستطيعوا بإذن الله، الكرابين نبتي على استحياء. فأقول هم يحاولوا الموضوع اللي بيحصل من اقتحامات وغيرها يخدم الجانب السياسي.